شكرا على الدعوه استاذ كريم. تفضل. مع كل احترامي ثلاثه تحموا. مع كل احترامي اسمحي لي يا سيدتي. خلي على محمد. خلي على محمد سيدي المحترم. صلي على النبي. من فضلك صلي على النبي. استاذ الكريم استاذ الكريم واش لازم عليك؟ مانيش جاي انا بتحكم لي انت ولا غيرك. استاذ الكريم صلي على النبي اهدر واش حبيت. استاذ الكريم تفضل خويا. من فضلك ما ترفع صوتك اكثر من اللازم. نرفع صوتي لازم يكون احترام لانكم انتم من اللي عرفناكم انتوما اللي سرقتوا البلاد انتوما اللي كليتوا البلاد انتوما اللي خليتوا دخل البلاد انتوما يا لطفي يا لطفي خليه رجعنا 40 مليون جزائري تبعوا فينا رجع تبغوا تعرفوا شكون انتوما لطفي 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 احكي في الموضوع لطفي راهو ما تكونش متعلي صوتك يا جماعه رجع معليش رجع مقبوله من عندك رجع لطفي لطفي اطرح على السيد فكره نطرح على السيد اولا مكانكم انتم في المتحف هذه دوله منيح في بالكم سبحان الله العظيم وي سبحان الله العظيم في المتحف انتم بلاصتكم في المتحف شوفوا بلاصتكم في المتحف تسريع اختي الله يحفظك مصطفى تعامل معهم بروح رياضيه لانه الراعي العام يتفاعل مع هذا النقاش متعلي صوتك لماذا المتحف لطفي مش هتغلب لماذا الافلان يذهب الى المتحف شوفوا استاذ مصطفى يا لطفي يا لطفي اسمح لي لماذا الافلان يذهب الى المتحف استاذ الله يحفظك استاذ من فضلك انت كيك تعلي في صوتك وراك تتعامل بيديك وراك تتكلم يعني بخشونه راك تخلعني بصوتك تبارك تعامل انتم راكم 62 وانتم تاكلوا فينا الجيل تاعكم لانه رجال حقيقه ماتوا الله يرحمهم انا نقول الله يرحم الشهداء اما اللي بقاو 2% ولا 3% قتلتوهم اما الان حاليا الشاب اللي تقولوا عليكم مجاهدين وجبتوا البلاد وسقمتوا البلاد هادو قاعد خرطي في الخرطي مع كل احتراماتي لك واني هذا انتم بلاصتكم في المتحف ولكن شيء مؤسف حنا كنا حبيكم انتم تروحوا المتحف حتى بعثوا الدستور الجزائري للمتحف راهو هنا المشكل انتم بسببكم بسبب ديالكم اللي راهو يموت كل يوم 500 واحد حراقه في البحر انتم بسببكم الناس اللي مازال ساكنه في البرارك جاي تقول لي باللي الناس عمارات وطريق شغرب كل ما يمصراو لي زاكسيدون غير على جال امارغون غير على جال السرقه اللي راهي تكون غير المهم حكم حتى انكم لازم تحشموا تحشموا بحزب هذا جبهة التحرير الوطني لي سعيداني لي عنده دار في نيو سيرسان لي كل اطارات وكل مسؤولين راهم عندهم الممتلكات تاعهم في فرنسا وشرا العقار سي مصطفى معزوزي جاي تقول لي حزب جبهة التحرير الوطني يدير بلاصتكم في المتحف بلاصتكم ماشي لهنايا سي مصطفى ومش حتعلي عليا صوتك ولا تغلبني في صوتك لانك كرهنا منكم وكرهنا من الجيل تاعكم وصلت الرساله اسمح لي استاذ حفصي حنا احترمنا الشيب تاعكم واحترمناكم وقدرناكم لانكم ناس كبار شكون انا؟ انا شعبي تمك شعب. انا شعبي شعب. انت راك مع الشعب انت راك شعب انت شعب انت راك مع الشعب انا شعبي انا شعبي انا تفضل سي مصطفى لطفي ولا انتم ممكن تتقدم في النقاش لطفي ما تضحكش هذه الضحكه اللي استهزاء سيد مصطفى 50 سنه وانتم تستهزاو بهذا الشعب الجزائري 50 سنه وانتم تسرقوا في هذه البلاد سي مصطفى ماذا ترد على دعوات 50 سنه وانتم تخدموا في هذه البلاد لطفي رجع ما تعلش عليا صوتك سيرد مصطفى ماذا ترد على دعوات ادخال افلان المتحف شنو مثلا في الملك ملك الملك الشعب الجزائري والله غير تدخلوا المتحف والله ما دخلناه والله ما دخلناه والله ما دخلناه والله ما دخلناه يا اختي نقسم لك بالله والله ما دخلناه غير تدخلوا باذن الله تاع فرنسا غير ما نسحقوا والله ما دخلناه لانكم انتم اللي تخدموا لفرنسا لطفي رجع كاين حاجه كاين واحد انتم راكم تخدموا لفرنسا كل ممتلكاتكم لفرنسا البترول والغاز راكم تدوا فيه لفرنسا لكن احنا كي جيت هنا من نوفمبر كنت في خطر لا لطفي لطفي الله يسهل لا لا تفضل سي مصطفى نحن على المباشر ومازال نزيد نقول لك بقى على خير تانيك كل الجماعاتيه كل اللي يقول لك احنا ولاد الشهداء ولاد المجاهدين وحنا اللي جبنا الدوله على هذوك سيادتك رجع لطفي يا لطفي رجع انت رجع انت رجع 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 خليني سيادك هذو سيادك احترم نفسك سيادك لطفي رجع سيادك عندك ممتلكات في فرنسا الاحترام هو الواجب رجاء يا لطفي يا لطفي يا لطفي انت تمثل الشباب يا لطفي رجاء انت تمثل فئه الشباب على الاقل مثل ما كان الحوار راقي في شوارع الجزائر خليه يكون راقي لنا في البلاط رجاء مع كل احتراماتي لك شوف
الشباب تاع الجزائر نحاولوا القدر ونحاولوا الاحترام من الناس كيما هادوما، من الناس اللي كنا ولنا البلاد، من الناس اللي راه متصل. شوف استاذ حفصي، الناس الشباب الجزائري ما بقالوا حتى احترام من الناس ومن فئه مثل هذا الشاب. الشباب الجزائري اللي يخرج حتى احنا احترمنا كيفاش يخرج بطريقه سلميه ما شاء الله وخمس عليه وربي يبقي يستر عليه، اللي شاف الخير في هذه البلاد وعلى باله باللي كاين لي سبور، بصح ماهوش يدير لي سبور فيكم انتوما، ياكم انتوما خلاص كملتوا. معلي سي مصطفى شوف الاحترام، هاو يجاوب فيك باحترام يا لطفي، راهو يجاوب فيك باحترام حتى انا نشوف فيه باحترام. سي لطفي تفضل يا استاذ تفضل. هات الكلمه انت. لا اسمح لي. لا تفضل سي تفضل استاذ تفضل. لا يظهر لي راك ما خفت عليك ما يسميش. نعم ما خفت. خليه لطفي خليه. ما خفت عليك ما يسميش صحيحه. الان هذا المحاكمه اللي راك دير فيها وكل خطا في خطا. تاريخ يحكم عليك. ما تسماش محاكمه. تاريخ يحكم عليك. تاريخ يحكم عليك. انا قطعتك. بسير بزاف قطعتني ما خليتني خلص عينيك. حتى نحترم سي مصطفى معزوزي لماضيه الثوري. تفضل سي. لا لا رجع. لا هذا موش لانه الراي العام يطالب. هذا موش نقاش. لا 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 هذا موش نقاش. نعطيك واحد ثاني ما نقاش. رجع هذا موش. تفضل سي مصطفى هذه قباحه. نستمع لوجهه نظر. هذا موش نقاش. رجع هذا موش نقاش. رجع هذا كون جينا برا نعطوا نتفاهموا مع رجع. اما هنا موش نقاش. هذا لا يرقى الى ثقافتكم الى نقاش. هذا موش نقاش. كيفيه الشعب الجزائري يا لطفي. رجعا يا لطفي. يا لطفي رجع. هذا لا يفيد الشعب الجزائري.